أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من مركز الروادي في مخيم عايدة شمال بيت لحم في المسابقة الوطنية للطهاء الأولى هنا في بيت لحم. كما ترون الأجواء في المركز طهاء من أكثر من مكان. نتحدث مع هيثم شاهين مسؤول ملتقى الطهاء. بعد الترحيب بك تحكينا عن الأوضاع، كيف الوضع في المركز؟ طبعا في البداية منرحب فيك وفي الجميع. احنا اليوم بصدد عمل مسابقة لفنون الطهي الأولى الوطنية الأولى بمشاركة أطياف المجتمع الفلسطيني من الداخل 48 ومن جميع مناطق الضفة الغربية. المسابقة هي عبارة عن خلق فرص عمل للطهاة، هي عبارة عن أكثر من قسم اللي هي بتحتوي على فئات طلاب وهو محترفين. المتسابق الطهاء الفلسطيني هو متسابق متميز مظلوم إعلاميا من المشاركات الدولية. نعمل في المسابقات هاي كمان تجهيز للمسابقات الدولية اللي راح يكون فيها الطهاء الفلسطيني، والأمور التحكيم الموجودة راح تختار منهم ناس اللي تشارك إن شاء الله معنا في المسابقات القادمة الدولية. طب نسوي جولة تشرح، يعني تعطينا نظرة عن الوضع هنا، توزيعكم للطهاة. عندنا القسم هذا للحلويات الغربية وتزيين الكيك، فئة تزيين الكيك. الحين كل متسابق معنا معاه 45 دقيقة عشان ينجز الطبق اللي بده يقدمه للحكام، يعرض للحكام على بناء يأخذ المرتبة اللي بيستحقها عن الجوائز اللي هي مركز الأول كأس على الفئات جميعها، وعندنا فضية وذهبية وبرونزية. طبعا بتم عبر تقييم المحكمين حسب معايير النظافة، حسب معايير المذاق، المظهر، الشكل، الطبق النهائي. وإن شاء الله الأمور زي ما انت شايف تكون سلسة و كويس ان شاء الله. نحكي شوي يمكن مع الشيف هنا، من وين حضرتك وتحكي لنا شو جاي تعملي؟ فادي ابو زهيره من بيت لحم، جاي اعمل قالب كيك بس عليه لمسه تراثيه. بس هدفك من المشاركه؟ ولا شيء، انا من قدراتي وموهبتي وناخذ خبرات وهيك. يعطيك العافيه وموفقه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين مشاهدينا الكرام، هنا قسم الكيك وتحضير الحلوى. هذه المسابقه هي الاولى في ربما في فلسطين او في بيت، يعني في فلسطين بشكل عام. هذه المسابقه هي الاولى يشارك فيها عدد من النسوه والشباب الذين اتوا للمشاركه. ايضا هنا يعني قسم الكيك كما ترون، المعدات، محاولة التجهيز كما سمعنا إلى الشيف. المتسابقات هنا يعني يحاولن مراعاة المعايير الفنية أو التذوق والشكل وكذلك أيضا النظافة وغيرها. ننتقل إلى القسم الآخر مشاهدينا الكرام، هنا في هذه القاعة الممتدة أو المطبخ ربما المفتوح، هنا فئة أخرى من أنواع الطعام. سلمات يعطيك العافية، تحكي لنا شو بتعمل، من وين حضرتك وشو جاي تشارك بشو؟ أول شيء أنا أكرم كمال سكافي من مدينة الخليل، جاي أعمل اليوم لازانيا بالجمبري وشو قلت كمان؟ الأمور تمام. يعني الهدف من المشاركة مش بس إنه أنا أشارك لمجرد إني مثلا بدي أخذ على ميدالية أو على كأس أو على شيء معين. المشاركة إنك تأخذ من خبرات غيرك، تكتسب خبرات لنفسك، بتطور مجالاتك في العمل. الله يعطيك العافية. المشاهدين الكرام، يعني كما ترون يعني الأوعية وكذلك أدوات الطبخ. هنا شكل آخر أيضا من تحضير صحن حمص. يعطيك العافية، سلامات. تمام، يعطيك العافية. كما ترون المشاهدين الكرام، هنا يعني تحضير لصحن حمص كبير، أنواع مختلفة من الأطعمة. أيوة.
رانيا عمية. رانيا عمية. يعطيك العافية، تعرفينا عن حالك وكيف الأجواء شكلها؟ أنا طالبة خديجة طباخي من الخليل، طالبة في مدرسة فضل عابدين. جيت هون أشارك في المسابقة كتجربة أولى لإلي، جيت لأخذ خبرات وكمان ممكن أنا أعطي خبرات لناس عن أشياء ما كانت تعرفها من اللي أنا سويتها. قدمت طبق السالمون، ستيك السالمون، بالإضافة للسوتيه والمش بطيطة بجانبه. سويت معي صوص الكريمة بالليمون وقدمته للأجنب، الحمد لله أخذت تعليقات منيحة. الله يعطيك العافية. وأنت كمان تعرفين عن حالك وتحكينا عن مشاركتك. حلا الأسراوي من مدرسة فضل عابدين، تخصص الفندقة. اليوم قدمت طبق فيليه لحمة العجل مع صوص الماش وصوص المشروم وخضار سوتيه، واستفدت من هذا استفدت من هون اني انا اعطيت خبرات واخذت خبرات. غير هيك حلو انك تروح تتعرف على ناس عندهم خبره اكثر منك، تسالهم يسالوك عن الطبق اللي انت عملته. الله يعطيك الف عافيه وموفق ان شاء الله. نستكمل جولتنا في المسابقه. المسابقه هي المسابقه الوطنيه الاولى لحلم الطهي. الله يعطيك يا رب. إذا مشاهدينا الكرام، يعني الأجواء مستمرة هنا في مركز الروادي في مخيم عايدة في هذه المسابقة الأولى من نوعها في فلسطين. المشاركون هنا من كافة الأماكن في فلسطين. بدر التميمي رئيس نقابة السياحة، بعد الترحيب بك تحكينا عن الأجواء ومشاركتك هنا وحضورك في هذا المكان. طبعا بدر دورتني رئيس نقابة المطاعم والفنادق والخدمة السياحية. احنا طبعا اليوم جدا سعيدين وبنأكد على انه بالفعل يعني الابداع بخرج من رحم المعاناة. احنا حاليا موجودين في مخيم، موجودين في جمعية، لكن الابداعات الاعمال بتخرج من هذه المنطقة، ابداعات الامانة. انا احنا زرنا كثير مناطق في العالم لكن الابداعات عماله بتفوق الخيال. وهذا كمان اليوم هي رسالة الاسرائيلي اللي عماله بيسعى لايجاد هيكلية تحت اسم مسمى شيف عرب اسرائيل، لا هي شيف فلسطيني، سواء في الداخل او في الخارج، سواء في منطقه 48 او في 67 هو شيف فلسطيني بما يحمل من حضاره ومن تاريخ وارث. يعني احنا عماله شاهدنا يعني تنوع ويعني ابداعات غير مسبوقه. واحنا كمان هذا بناكد ان هذه المسابقه هي مسوي ممكن نسوي نقله نوعيه في هذا القطاع، كمان ممكن تفتح فرصه جيدة لربات البيوت، لأصحاب الدخل المحدود، إنه ممكن تعمل منشأها صغير في بيتها لتقدر تعيش حياة كريمة. ويعني أنا اللي بأكده إنه عماله بشوف مش كوادر، بشوف قامات في هذا المجال. يعطيك العافية، بارك الله فيك. شكرا لك، الله يعطيك ألف عافية ونتشكرك. إذا مشاهدينا الكرام كما ترون هنا نمتد في الجولة، نستمر في هذه الجولة في مركز الرواد في هذه المسابقة، مسابقة الطهي الوطنية الأولى. هنا كما يبدو أيضا أعضاء التحكيم والمتسابقون في فترة استراحة. الجولات تأتي تباعا للتحكيم للأطعمة التي تخرج من هذا المطبخ ليتم تحكيمها. استاذ حسام صوروا انتوا الثاني على تليفونك، مالك هو؟
تحكي معي. يلا بدي اتصور معاه عشان اصور التليفون معطينا الشيخ مشي. يلا يلا بمشي. خاف على جمالك يا قصتك يا ابن طيب شيف يحيى بس مقابلة سريعة بدناش ناخذ من وقتك كثير تحكي لنا انت احد اعضاء لجنة التحكيم هنا في مسابقة الطهي تحكي لنا شوي عن المسابقة عن التحكيم هنا انطباعك تقييمك للوضع نعم الاطباق اللي موجودة انا من خلال تواجدي والجولة الثانية انا كنت فيها بس بدنا نبلش بالجولة الثالثة إن شاء الله فشفت أنا أطباق حلويات مشكلة على مستوى عالي نقدر نقول وفي كمان أطباق تقليدية حديثة متنوعة ففي ناس اللي بعد المبتدئين وفي ناس اللي هن صار عندهم فكرة أو خبرة معينة فعم نعطي ملاحظات ما نستحي من حدا نعطي ملاحظات قيمة ملاحظات بناءة علشان يحسنوا للمرة الجاية ويتعلموا انه في شغلات اللي احنا بنشوفها يمكن ما حدا ثاني يشوفها فمهم جدا انه احنا نتعب شوي على الطبق ونطلعه باعلى مستوى فالحمد لله انا كثير مبسوط اللي عم بشوف شعبنا عم بحب ياكل العين بالاول تاكل وعم بيعملوا اطباق على مستوى وهذا اشي حلو اشي فلسطين تستحق الأكثر فإحنا مش شعب سمح الله جوعان إحنا شعب عندنا كفاءات كل إشي في عندنا كفاءات شوف يحيى ممكن الأكل كيف الأكل ممكن يحمل ثقافته معه نعم أكيد في عندنا أكل موروث شعبي اللي أجدادنا طبخوا هاي الأكلات وأنا بشوف إنه في عدد معين من المتسابقين عم بيطبخوا هاي الأكلات التقليدية فإحنا ما ننسى إنه إحنا تعلمنا من أجدادنا ومن أبهاتنا هاي الأكلات وضروري جدا تظلها مستمرة لقدام ونعلمها للأجيال القادمة مهم جدا ما ننسى هاي الأكلات ممكن إنه إحنا نعملها نغير في شكلها نوعا ما بس الطبخ بيظله الطعمة بتظلها والاسم بيظل أهم شيء هون موضوع الاسم كمان المجدرة ما نقدر ليش ما نعمل يظل اسمها مجدرة فأنا فخور بشعبي فخور بالناس هاي الموجودة فخور بالأخوان الموجودين الحكام لجنة التحكيم عندهم ما شاء الله عندهم الخبرة وأنا كثير مبسوط ومع أنه اليوم بصادف عيد ميلادي فتركت كل شيء وجيت وسفر 5 ساعات جينا على أساس نوقف مع شعبنا أنا كنت مسافر كنت بأبو ظبي يعني إذا أبو ظبي يدعوني أنا ما وشعبنا يدعيني ما أجي لازم أجي ضروري نترك كل شيء ونيجي نوقف وندعم ونساهم وإيش يتطلب إحنا بنضلنا موجودين على أساس ندعم الأطباق الفلسطينية المتوارثة من أكلات أجدادنا وأبهاتنا شكرا كثير لك كل عام بخير ويعطيك الف عافية إن شاء الله كل أيامك سعيدة ويعطيك العافية على هذا المجهود إذا مشاهدينا الكرام إلى هنا نختم هنا في مسابقة الطهي الوطنية التي تستمر أيضا ساعات من الآن بدأت الساعة 8 وتستمر حتى ساعات بعد الآن شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء